وان شاء الله الموضوع يبقى interesting بالنسبه لكم، وفي نفس الوقت لو في ناس ماستر او دكتوراه it is an invitation for them to continue this work. هو مش محاضره، هو actually ده thesis احنا اشتغلنا عليها. كانت دكتور نسرين مشرف معانا في الرساله ديت. دكتور نسرين غريب head of internal medicine department. دكتور منار was a candidate. منار تشتغل في مستشفى بنها. And دكتور رانيا أرقوشة she's assistant professor and myself أميرة دروز. Okay. بيبقوا حاسين ان هم hopeless, aimless and can do nothing. Okay. بتبقى حالتهم النفسية ضعيفة جدا ومتدهورة، حاسين هم مش هيقدروا يعملوا أي حاجة، مش هيشير في أي حاجة ولا أي activity especially in Egypt. برا الناس بتشتغل، واللي عنده renal failure بيدخل ويعمل الدياليسز وعادي يكمل حياته in a normal way. بس احنا هنا due to culture competency الاختلافات في الثقافات عندنا بيؤدي ان الpatients دول بحيث انهم crippled مش هيقدروا يعملوا حاجة. فده كان الانترودكشن بتاعتنا ان احنا ندخل على البيشنتس دولت. احنا بنقول كرونيك كيدني ديزيز افكتد اوفر 50 مليون ثرو اوت ذا وورلد اند مور ذان 1 مليون نيد دياليسيس. البرسنتج بتاعتنا عاليه، احنا هنا في مصر دي اول اوفر ذا وورلد، بس في مصر لسه ما اتعملتش برسنتج. شوف البريفالنس عندنا في مصر قد ايه، وان شاء الله دي برده ممكن تبقى ستدي للناس اللي بيحبوا يعملوا ريسيرش وورك باذن الله. 1 مليون اوف ذم نيد دياليسيس اور رينال ترانسبلانتيشن. The prevalence of chronic kidney disease increased with increasing incidence of diabetes and hypertension. End stage renal dialysis results in a negative clinical status, which in turn results in post-structural and functional changes in the musculoskeletal system. Consequently, the patient is faced with a second sedentary life, making the patient even further dependent, low functional capacity, exhaustion, fatigue, and undernutrition was found to be prevalent among incident dialysis patients. الناس دي بتبقى easily fatigued. اليوريا ratio عندهم بتبقى عالية. اليوريا blood ratio عندهم بتبقى عالية جدا. Physical fitness بتاعتهم بتبقى قليلة. They can't share any exercises or any activity of daily living. Complications such as uremia, anemia, myopathy, and neuropathy decrease muscular strength, cardiopulmonary fitness, and the quality of life are the most common. تمام؟ Exercises is one of the possible preventive measurements maneuver to reduce muscle protein loss and maintain muscle function. Recently, many studies have shown the importance of exercises or regular physical activity to prevent muscle wasting in chronic kidney patients. علشان نسهل الphysical exercises، احنا بنعرف ان هي بالنسبه ل our my students في البيزك ساينس احنا دايما نقول improve the blood supply to the target muscles. طيب الimprove the blood supply ده هيعمل ايه؟ هي increase البروتينز اللي هو بيحصل اصلا actually عندي protein loss. Increase the oxygen supply للمسلز ديت، فانت كده بتعمل improvement للحالة بتاعت او general condition of target muscles. فالحالة بتاعت low physical fitness اللي بتبقى عند الpatients دي واللو quality of life بتبتدي تتحسن. طيب علشان احنا نقول ان الكلام اللي انا بقوله as a target or a aim of the exercises protocols بتاعتي عفوا ده حقيقي ولا لا، احنا عملنا research work دوت تمام. واستخدمنا two types of exercises. اول type of exercise كان اللي هو الايروبيك exercises، واحنا عارفين as physical therapist ان الايروبيك exercises ده انا ممكن استخدم البايسكلينج التريدميل exercises او سوري. والسكند type of exercises اللي احنا استخدمناها استخدمنا low intensity resisted exercises. طبعا الكونسبت ده كان للدكاتره اللي هم بيشتغلوا في الدياليسيز، كان حاجه يعني هل البيشنت بتاعي ده هينفع ان انا احطه على سوري بايسكيل تريد ميل سوري بايسكيل ولا هينفع ان انا احطه على تريد ميل ويشتغل؟ هينفع. ده كمان مش براست ان هو بعد ما يخلص جلسه الغسيل
اللي هو الدياليسيس ديت، لا ده كمان احنا هنخليه انترا دياليسيس، يعني هو شغال بيعمل الدياليسيس سيشن هو هيعمل الاكسرسايزز ديت. تمام. وكان الموضوع يعني فعلا تشالنجينج مع البيشنت، انك تقنع دياليتيك بيشنت ان هو يقعد على البايسكل او ان هو يشتغل على تريد ميل او يعمل ريزيستد اكسرسايزز ديورنج الدياليسيس، كانت حاجه صعبه شويه بس الحمد لله الريزلتس كانت جميله. اوكي. طيب احنا الاستادي دي اتعملت على 30 بيشنتس، اتقسموا لتو جروبس زي ما احنا عارفين بالنسبه للدراسات العليا. عملنا وان جروب اشتغل على الايروبيك اكسرسايزز، والاذر جروب اشتغل باللو ريزيستد اكسرسايزز. تمام. الايفالويشن بروسيجرز بتاعتنا علشان نقول ونكونفيرم ان انا اقدر فعلا اشتغل مع ذيس بيشنتس كانت عن طريق ايفالويشن اوف فانكشنال بيرفورمانس، بنستخدم تيست اسمه ال 6 متر ووكينج تيست، وعملنا لابوراتوري اكزامينشن بنقيس بيها حاجه اسمها سوري اليوريا ريدكشن ريشيو. اوكي. ده اكشوالي ا بيشنت في مستشفى بنها، بدانا معاها الريزيستد اكسرسايزز، اتقسمت البروتوكول طبعا الديسكريبشن بتاع الريزيستد اكسرسايزز كان عباره عن 3 فيزز او 3 ستيجز. اول ستيج ان احنا دايما بنعمل وورمنج اب عن طريق ان احنا استخدمنا فري باسيف ستريتشنج للور ليمز، واحنا مينلي اشتغلنا على اللور ليم طبعا ريزيستد اكسرسايزز لان الابر ليم كان هيبقى اوكيوبايد بالكانيولا والسيستم. طيب لسه. اوكي. السكند بارت اللي هو كان بقى البروجرام نفسه اوف اكسرسايزز، احنا استخدمنا ساند باجز وحددنا الوان ريبيتيشن ماكسيمم بتاع البيشنت ديت، كل بيشنت طبعا ليه الوان ريبيتيشن ماكسيمم بتاعته، وبدانا ان احنا نعمل اكسرسايزز للهيب والني موفمنتس وعملنا الريبيتيشن بتاعتها. الثيرد بارت كان عباره عن كولينج اكسرسايزز واللي هو الكولينج داون اكسرسايزز بحيث يحصل جراديوال ديكريس للهارت ريت وكل ساين اند سيمتومز. اوكي. ده ابدكشن اند other abduction and adduction of the hip و flexion extension of the knee. okay. ده برضو patient واحنا لو خدنا بالنا ان هو برضو intra dialysis session، هو شغال على ال bicycle وبيعمل ال exercises، وكان ده اللي هو representing group 2 او group B اللي هو اشتغل ال aerobic exercises by bicycling. هنا اللي استخدمناها ما استخدمناش treadmill على اساس يبقى ثابت شوية during the dialysis. طبعا الانفنشن بتاعنا احنا بنعمله جلسه الدياليسيس بتاخد حوالي من 3 ل 5 ساعات، فاحنا بنعمل في الفيرست 2 اورز، وده طبعا ده ريكومندد بريفرنسز، في اول في الساعتين دول احنا بناخد اباوت 30 مينتس التوتال بروجرام اوف اكسرسايزز بتاعتي. تمام. برضو في الايروبيك اكسرسايزز بنقسمها ل 3 بارتس، فيرست بارت اللي هو وورمنج اوت، بعد كده السيشن بتاعتي بتاعت البايسكلينج، والانتنسيتي في البايسكلينج يعني مش بسيبه يشتغل وخلاص، انا جاست بقول له ان احنا هنشتغل لحد 60% اوف ماكسيمم ام سوري ماكسيمم هارت ريت، والثيرد بارت بيبقى عباره عن الكولينج داون. ريزلتس بتاعتنا هنا بالنسبه لو عملنا كومباريزون للتو جروبس سواء الريزيستد اكسرسايزز او الايروبيك اكسرسايزز، التو جروبس ما كانش فيه فرق، يعني انا هتكلم عشان الطلبه اللي معايا، ما كانش في فرق جامد قوي بين التو اكسر تايب اوف اكسرسايزز. ليه؟ لان الاثنين افكتيف، الاثنين بيجيبوا نتيجه، لكن بينهم ما فيش فرق، فده ريكومندد ان انا ممكن استخدم سواء استخدم ايروبيك اكسرسايزز او ان انا استخدم الريزيستد اكسرسايز. لكن وذين جروب بقى، الجروب الواحد اللي هو اشتغل ايروبيك اكسرسايزز كان في فرق جامد جدا في تحسن في الجنرال فيزيكال فيتنس بتاع البيشنت، في تحسن في ال 6 ووك متر تيست، ده جاب نتيجه كويسه، تحسنوا الابيليتيز بتاعتهم في الووكينج كانت احسن، اليوريا ريدكشن ريشيو اتحسنت، ده في كل جروب، فده يثبت ان كل تكنيك او كل تايب اوف اكسرسايز از فيري افكتيف.
الconclusion بتاعتنا بنقول aerobic and resisted exercises training improve dialysis efficiency اللي هو مثبت عن طريق اليوريا reduction ratio كresults and quality of life اللي هو عن طريق ال 6 minute walking test اللي احنا عملناه للpatient plus physical and mental component. الpatients نفسهم بقوا enthusiastic حاسين ان هم يقدروا يشير ويشتغلوا ويعملوا activity بدل ما كان بيجي الناس مسندينهم طالعين الجلسة وينزل في عربية إسعاف. لا هو ممكن يليد as a normal subject. طيب في recommendation من الستادي دي أو في recommendation ممكن نكونتينيو عليها إن إحنا في كل الدياليسيز يونتس ممكن إن إحنا نقول we have to put a physiotherapist department صغير علشان الناس تencourage the using of physiotherapy techniques بتاعتنا في الدياليسيز يونت. We'll study the effect of interdialytic versus intradialytic protocols. بمعنى احنا عملنا البروتوكول بتاعنا ده او الاكسرسايزز دي within the dialysis session مش عملناها بعد الجلسة. فاحنا ممكن نكمبير هل هي very effective intradialysis يعني واحنا بنعمل الدياليسيز ولا between الدياليسيز session لان احنا الناس اللي بنعمل لهم دياليسيز ده بيعمل ممكن من مرتين لثلاثة في الأسبوع جلسات الغسيل. أوكي؟ آخر حاجة study the effect of different modes of resistive exercises. I'm sorry. إن إحنا بدل ما إحنا استخدمنا low intensity exercises we can use more or other variation of resisted exercise. Thank you.